علاش حيوان الضبح هو الوحيد اللي ما يتدفن حتى تكون الشرطه حاضره، حتى يكونوا البوليس حاضرين عادي تدفن حيوان الضبع؟ وداك الشيء وفق محضر رسمي، يعني سجلوا محضر باننا دفننا الضبع الفلاني في البلاصه الفلانيه وهفوقاش هفوقاش. علاش هذا الشيء؟ هذا الشيء لعده اسباب، منها اول سبب لان الجلد ديال الضبع كيدير 50,000 دولار، يعني 50 مليون ديالنا الجلد ديال الضبع. علاش كيدير 50,000 دولار؟ لانه كيستعمل في تهريب المخدرات وتهريب الممنوعات، لان الاشعه الصينيه ما كتقدرش تخترقه، يعني السكانير ما كيقدرش يشد ديك الحاجه اللي في وسطو، يعني في المطار ولا في الديوانه السكانير ما يقدرش يشد ديك الحاجه الممنوعه اللي في وسط الجلد ديال الضبع. ثاني حاجه اللي هو المخ ديال الضبع واللي هو مطلوب عند السحارة، كيستعملوه في السحارة وكيقدر يوصل حتى 10,000 دولار. المخ ديال الضبع يقدر يوصل 10 مليون ديالنا حنا، وكيستعملوه في السحر الاسود السحارة نعانهم الله. ثالث حاجه وهي العصارة او الترياق اللي كيستخرجوه من المخ ديال الضبع، كيتستعمل في الجنون، يعني تقدر تهبل به شي واحد، الا شربوا شي واحد شرب منه واحد شويه ولا شي نقطه ولا كذا يهبل يصاب بالجنون الى الابد، يعني ما يوليش يتشافى ولا كذا صافي مشى.